رح نبدا اليوم. احنا خلصنا محولات، خلصنا ماجنتيك سيركتس، رح نبدا باساسيات الدي سي موتور. الدي سي رح نبدا باساسيات الدي سي موتور. رح ناخذ مشين بسيطه جدا، رح نطلع القوانين تبعتها، رح نشغلها. ما رح تكون روتيشنال ماشين، رح تكون لينير ماشين عشان نفهم المبادئ قبل ما ندخل في الدي سي موتور. فراح افترض الان انه عندي انا طاوله، عندي زي راح ارسمها بهذا الشكل، بعدين راح نظبطها بعدين. راح ارسمها بهذا الشكل زي هيك، لانه عندي طاوله، والطاوله اللي ركبت عليها ماجنتس. والماجنتس هذول كلهم خليني افترض انه الساوث تبعهم فوق والنورث تحت، وكانه هذا هو كلهم فوق ساوث، كأنه البي الماجنتيك فلوكس دنسيتي كفكتور داخل في الصفحة. فراح نرسمه بعدين كأنه داخل في الصفحة. وبعدين راح نجيب رود من مادة كوندكتينج، مش فيروماجنتيك، كوندكتينج. يعني راح اجيب كأني هون رود من مادة زي نحاس مثلا، وراح احط الرود فوق هذا الماجنتيك فلوكس. وهاي الرود راح تمشي على زي سكك، والسكة هاي راح ارسم السكة فوق هون، سكة النحاس طبعا فوق السكة يعني قاعد على السكة. والسكة هاي اطرافها خلينا اجيب السكة هون هيك. انا حاطط هون بطارية دي سي 120 فولت. والسلك هذا كله مع الرود مع السلك في له مقاومة، المقاومة راح امثلها 0.3 اوفن، راح اسميها ار اي. راح يمشي طبعا معي كرنت من هون، والكرنت هذا راح اسميه اي اي. وهذه السكه هون هي هذول السكك مثبتات، والرد هاي حره انها تتحرك بهذا الاتجاه باليمين والشمال من هون. وراح اعمله كمان راح اشبكه بلون مختلف اكثر. راح اجي اشبك هاي السلك هذا، احط عليها زي حبل او خيط، والحبل هذا راح الفه حوالين بكره موجوده هون. البكره المفروض تكون طبعا هي الليبس، انا عم نطلع احنا هيك. هذول ليش بينوا كالليبسات؟ هم دوائر بس ليش بينوا كانهم الليبس؟ عم نطلع عليها بالبيانات، والبنفسجي المستطيل شو بين؟ بين كانه اذا هذه اظن المفروض هيك شكلها يكون. وهون عندي راح يكون لود هاي السلك هذا، هاي الكل موجود هون، هاي موجود هون، ماشي. هذا زي لينير ماشين، يعني كاني فرضتها، كاني جبت محرك دي سي وفرضتها. هلا خلينا نطلع اول شيء نشوف شو بصير هون. هلا انا لما بسكر هذا السويتش وبسكر الدائره الكهربائيه، رح يمشي معي تيار، مضبوط؟ رح يمشي معي تيار، اتجاه التيار رح يكون هون. المقاومة هاي فيش مقاومة هون، مقاومة قيمة امسكها، المقاومة هاي شو بتمثل؟ مقاومة موزعة في كل السلك والرد وكل الاشياء، هي جمعتها كلها وحطيت المقاومة، هي مقاومة موزعة مش مركزة، لامبد مش لامبد، ديستريبيوت. راح يمر عندي كارنت هون في هذا السلك، نيجي على قاعدة اليد اليسرى تبعت الموتور افكت، تمام؟ متذكرين الموتور افكت؟ خلينا نطلع. أول شيء بي وين رايحة بي؟ داخلة بالصفحة مش هيك؟ هيك، فكأنها بي هيك جاي، مضبوط؟ والسلك وين راح يمشي فيه الكرنت؟ هيك يعني لو هاي قلبتها الان صارت هي الطاوله، الطاوله موجوده هون، خلينا نرسمها الطاوله كانها موجوده هون. شمال نعم؟ شمال ولا يمين؟ شمال. ايش الشمال؟ ايد. الموتور افكت اي ايد؟ الموتور مش الجنريتر. جنريتر. جنريتر. يمين. اي اوكي. جنريتر موتور. خليني اخذ الطاوله هاي عشان اقدر اشتغل مضبوط، راح احط الطاوله كاني افترض عم بطل عليها من فوق. فهي الطاولة عمالي بطلع عليها من هون. الماجنتيك فلوكس دنسيتي داخل داخل بالصفحة اكس مش هيك؟ لأنه كأنه دنبة السهم، مش قلنا دنبة السهم بتبين كأنها اكس من هون. إذا بي هو هذا، إذا بي ماشي بالصفحة من هون. طيب الكرنت ايش اتجاهه؟ نازل تزول، كانه مش هيك؟ كانه جاي من هون ونازل تزول، اذا الكرنت بهذا الاتجاه. اذا خلينا نشوف
بي راح تكون داخل الصفحه، الكرنت نازل نزول، اذا الفورس وين راح تصير على السلك؟ اذا السلك، اذا شو راح يصير يعمل الان السلك؟ يسحب. على مين بده يتغلب؟ على اللود. على اللود، لانه ما تغلب على اللود، اللود هذا راح يسقط يوقع. خليني اقول في البدايه ان اللود انا بحطه على الارض عشان ما يوقعش. اذا هذا السلك الان بده يتغلب على هذا اللود بده يرفعه، اذا شغلنا مضبوط. القيم عندي، خلينا نحط القيم المختلفة وبعدين نبدا نفهم شو المبادئ رح نستعملها حتى نحل المسألة هاي. ما فيش ماشين زي هاي في العالم، هذه تخيلية، احنا عاملين تخيل عشان نفهم، قبل ما اروح على العالم الدائري تبع الدي سي موتور بدنا نشتغل بالعالم الخطي هذا اللي هو. إذا عندي ار اي بتساوي 0.3 اوم. عندي في خلينا نسميها ايش رقم نسميها؟ نسميها في سبلاي بتساوي 120 فولت. بي تسلا هذه 0.1 اوف تسلا. الماجنتيك فلكس دنسيتي بتساوي 0.1 اوف تسلا، اللي هي على فكره قديش؟ 1000 جاوس. 1000 جاوس. ليش ما بنستعمل جاوس بنستعمل التسلا؟ اس اي. اس اي هذه اس اي، تسلا اس اي هذيك مش اس اي. اذا تسلا. بعدين كمان عندي في شيء ناقص كمان بدنا اياه. ايش هو اللي بدنا اياه؟ بدنا الكرنت بي. طول السلك هذا لازم اكون عارف طول السلك. طول السلك رح اسميه ال بيساوي 10 متر من هون. الاوزان اللي بدي احاول ارفعها، بدي احاول ارفع مجموعه من الاوزان، اللودز اللي بدي ارفعهم رح افترض انه جي تقريبا بتساوي 10 متر بير سكند سكوير. ايش جي؟ جرافيتي. اكسلريشن ديو تو جرافيتي. ليش بيهمني الاكسلريشن ديو تو جرافيتي؟ لانه اللود، لانه هو اللي بيميزني، بيحول لي من ماس كتله. كتلتي انا هون على الارض هي نفس كتلتي في وين ما كان، لو رجعت على الفضاء الكتله نفسها مضبوط، لكن وزني بيختلف على الارض من كوكب ثاني، اللي بحدد لي وزني على الارض هو جي. اذا بدي اضرب ام في جي حتى يطلع معي وزني، يعني هون رح يصير في عندي فورس اللود هذا، وحتى اقدر ارفع هذا اللود لازم احط الفورس هاي، وهون رح افترض ما فيش عندي لوسز، فيش عندي فريكشن، فالفورس هاي هي نفس الفورس هاي اللي بقدرها بالكيبل. الاوزان اللي بدي احملهم عندي ام 1 رح تكون 3 كيلوغرام، ام 2 تكون 8 كيلوغرام، وام 3 13 كيلوغرام. رح افترض انه هذا ايديال فولتج سورس، ما رح يصير فولتج دروب، وبدي اشوف الان شو رح يصير، ايش السرعه اللي رح اتحرك فيها بهذا الاتجاه، ايش السرعه اللي رح اثبت عليها عند نقطه معينه بهذا الاتجاه، وايش القوانين الان اللي بدنا نستعملها. اذا هذا هلا تعريف المساله. هلا السؤال اللي بس بنساله، بعدين في عندي فريكشن كمان، الفريكشن ايكوفلنت ل 20 نيوتن. بأي اتجاه بشتغل الفريكشن؟ عكس الحركة. عكس الحركة، دائما، يعني بحاول اتحرك هون رح يصير يسحب يتفش فيه لهناك، بحاول اتحرك لهناك رح يصير يتفشني لهون، مش هيك؟ دائما الفريكشن معاكس، وهذه على فكرة اللي مهتم منكم هذه عبارة عن كولوم فريكشن، مش فيسكس فريكشن. كولوم فريكشن مش فيسكس فريكشن، ما تعتمد على السرعة، ما تتغير مع السرعة، الفيسكس فريكشن كانت تزيد مع ايش؟ مع السرعة. مع السرعة، الفيسكس فريكشن اللي بتدرسوها بالكنترول لما بتعملوا موديل، هذه كولوم فريكشن ثابتة كونستنت بغض النظر عن السرعة، يعني هون اندبندنت اوف السرعة. هلا شو المطلوب بالسؤال؟ نفهم السؤال طبعا زي دائما يعني مش هيك؟ السؤال بقول لي هل بقدر ارفع هدول اللودز الثلاثة؟ وإذا رفعت هدول اللودز الثلاثة شو الكرنت اللي بسحبه؟ وشو السرعة اللي بستقر عليها؟ يعني شو رح يصير الآن بالسيستم هذا؟ خلينا نفهم ايش بصير الخطوات اللي بدها تصير بهذا السيستم حتى يشتغل. أول شيء رح أبدأ أمرر كرنت. رح يمر كرنت عندي في هذا السلك، شو رح يتكون عليه؟ فورس. الفورس هاي قبل ما تبدأ تسارع القطعة هاي اللي موجودة هون، قبل ما تبدأ تسارعها وتأثر عليها، ايش لازم تتغلب؟ على على الجي على الفريكشن. اول شيء اذا كان اقل الفريكشن مش حيتحرك السيستم، مش هيك؟ اذا اول شيء الفورس اللي بتتكون عندي راح يروح من 20 نيوتن حتى اقدر اتغلب على الفريكشن، يعني هاي الطاوله هي لاحظوا هلا لو اجيت دفشت انا هاي الطاوله بقوه ما تحركت، مش هيك؟ مع انه انا المفروض انه باثر عليها الفورس اف بتساوي ام اي، ليش الطاوله هاي ما تحركت؟ لانه في فريكشن، في ستاتيك فريكشن، وانا الفورس اللي حركتها قليله جدا، بضل ازيدها هلا بدات تتحرك، انا كل اللي عملته تغلبت بس على الفريكشن قبل، اذا هون هذا ما راح يبدا يتحرك عندي هذا السلك ولا هذا اللود ولا اي شيء الا لا يتغلب يكون عندي الفورس اللي موجوده اعلى من هاي. طيب هاي الفورس كيف بحسبها؟
بتكون تعتمد على ثلاث اشياء، بتعتمد على على اي بتعتمد على بي وعلى ام، مش هيك؟ قبل ام، لسه قبل ام. انا بدي احسب الفورس بس. انا عندي سلك، هي ارجع لهذا القانون، عندي ماجنتيك فلوكس وعندي سلك من هون، رح يتكون عندي فورس. هاي الفورس عباره عن كروس برودكت ما بين طول السلك وبي مضروب في الكرنت اللي موجود عندي هون. اذا نحط هذا القانون، القانون بقول لي هون انه اف اللي راح تتكون عندي راح تساوي اي مضروب في ال طول السلك في بي. اذا كل ما زادت بي راح يزيد، كل ما زاد طول السلك راح يزيد واي. اللي احنا كنا نقول اي في بي، اذا بدي اكون دقيق بقدرش اعمل كروس برودكت بين اي وبي لانه اي مش فيكتور اي سكيل. هذا القانون هلا صار عندي ال طول قديش عندي لهذا السلك 10 متر، الفلكس دنسيتي موجود عليه بالبرنامج يونيفورم 0.1 تسلا، واي راح يمر معي راح يعتمد ما بعرفش لسه قديش قيمته، بدنا نشوف قديش قيمته، راح نحسبه هون، راح يصير في عندي اف. اذا هاي اول خطوه راح تصير عندي، راح تصير عندي هذا الفائده. هلا لما ببدا في البدايه ايش المقاومه الوحيده اللي بتقاوم هذا الفولتج؟ بس هذا. هل في شيء ثاني في البدايه؟ لا. لما هذا يبدا يتحرك راح تصير في له سرعه هذا السلك، شو راح يصير؟ هاي نقطه مهمه جدا. هذا السلك راح يبدا يتحرك، راح يصير في له سرعه. طيب سلك عماله بيتحرك في ماجنتيك فلكس، شو راح يعطيني؟ مش كارنت، فولتج. فولتج كلامه صحيح بس شوي شوي بدي امشي. سلك بدا يتحرك في ماجنتيك فلكس، ايش الايفكت اللي راح يتكون عندي؟ فولتج. هاي نقطة مهمة مهمة جدا، هي مبدأ أساس مبدأ عمل كل الدي سي موتور. إذا بتفهم بتفهم دي سي موتور. في البداية أول ما بدينا ما كان في حركة، مش هيك؟ كان هذا بس عندي سلك والشيء الوحيد اللي بقاومي هو ار اي. إذا الكرنت ليش الكرنت؟ أول ما بسكر السويتش قديش الكرنت راح يمر في البداية قبل ما هذا يبدأ يتحرك؟ يعني 120 على ار، مش هيك؟ 120 على ار، ما في شيء ثاني يقاوم الكرنت من هون، ما في شيء ثاني فولتج هون متكون. ففي البدايه الشورت سيركت او الانيشال كارنت راح يتكون، راح يكون 120 على 0.3 400 امبير راح يمر في هذا السلك في البدايه. مر السلك، مر كارنت عندي من هون، الكارنت مضروب في ال مضروب في بي، ايش اعطاني؟ فورس. الفورس شو عملت بهذا السلك في البدايه؟ نفترض انه فيش عندي لود في البدايه، راح يبدا يتسارع، مش هيك؟ راح يبدا يتسارع، ايش القانون راح يتسارع اكوردنج تو؟ ايش القانون اللي راح يسبب لي تسارع في هذا؟ اكسلريشن. شو اللي بيربط الاكسلريشن؟ ام اي. اذا راح يصير عندي اف بيساوي ام اي، اذا بدك تحطهم كمان. اذا راح يبدا هذا يتسارع، الشيء اللي بتسارع شو راح يصير في سرعته؟ سرعته الاوليه زيرو، بس هو بدا يتسارع، شو راح يصير في سرعته؟ راح يصير تنزيل. اول ما هذا السلك بيصير فيه له سرعه، شو راح يصير عندي ظاهره جديده؟ دكتور بتكون فولتج اكسلريشن جنريتر افكت، راح يبدا يتكون فيها اللي هو سلك كوندكتنج ماشي بشكل عمودي على الماجنتيك فلكس اللي عليه. اذا صار عليه ماجنتيك فلكس، هي اتجاهه، في عندي حركه، وين اتجاه الحركه؟ هيك. اذا راح يتكون عندي فولتج. طيب الفولتج هذا ممكن يتكون بهذا الاتجاه وممكن يتكون بهذا الاتجاه، مزبوط؟ باي اتجاه راح يتكون هذا الفولتج؟ ايش القانون اللي بنستعمله؟ لينزز لو. شو بقول لي لينز؟ وإن الفولتج راح يتكون بحيث انه يعاكس الفولتج الاصلي اللي سببه. الفولتج اللي سببه كيف اتجاهه؟ من وين جاي البوزيتيف تبعه؟ البوزيتيف هون والنيجاتيف هون. كيف بده يتكون فولتج هون يعاكس الفولتج اللي هون؟ وين لازم تكون اشاره البوزيتيف؟ فوق لتحت فوق لتحت فولتج فولتج من فوق 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 مين هذا حسب اي قانون؟ لينز. اذا وكل ما زادت هاي السرعه شو راح يصير بهذا الفولتج؟ راح يزيد. اذا شو راح يصير بالكرنت؟ بتقل، رح يقل، لانه في البدايه ما كان في اي باك اي ام اف، هذا بنسميه باك اي ام اف، في البدايه ما كان في باك اي ام اف، فكان الفولتج اللي هون بسبب كرنت، ما فيش اي شيء امامه، فكان الشيء الوحيد اللي بقاوم تدفق الكرنت هو ال 0.3 اومز اللي موجوده هون، فقسمنا 120 على 0.3 تكون عندي 400 امبير، لما تكون عندي 400 امبير اعطاني حسب هذا القانون اعطاني قوه، القوه هاي الفورس بالنيوتنز سببت تسارع للماس اللي موجوده هون. اول ما بدا يتسارع بدات تزيد سرعته، في اللحظه اللي بدات تزيد سرعته حسب فاراديز لو صار يتكون عندي فولتج. الفولتج ايش بيعتمد؟ خلينا نسميه في اي ام اف، وراح احط انا هون كلمه باك، باك اي ام اف. هذا الانديوست فولتج حسب فاراديز لو مع ايش لازم يتناسب؟
مع السرعة مع ايش؟ الفلكس تمام. إذا رح يكون عندي في هذا ايش اللي هون؟ كروس كروس وهذا دوت هذه أدنى دبول السلك هذا اللي هو عبارة شكل من أشكال فاراديز لو اتجاهه رح يكون حسب أي قاعدة؟ اليمنى لأن هذا جنريتر افكت هذا عندي هون موتور افكت إذا بدك تحطها هون كل ما هاي السرعة زادت ايش بيصير عندي؟ بزيد ايش؟ الباك ام كل ما زاد هذا الباك ام اف شو عماله بعمل بالكرنت؟ قلل رح يضل ينزل الكرنت لحد ما اوصل عند ستيدي ستيت، عند هذه ستيدي ستيت عندي فورس كفاية تتغلب على فريكشن وكمان ايش تعطيني؟ فورس للود، إذا اللود مش موجود قديش بدي كرنت بس حتى ايش اتغلب؟ على فريكشن اوكي ماشي، واضحة هاي النقطة؟ هذا ببساطة بتبسيط شديد طبعا احنا بسطناه بتبسيط شديد بس هذا مبدأ عمل الدي سي موتور. بتكون عندي باك ام اف، الباك ام اف اللي بتكون بقاوم الفولتج الاصلي اللي كونه فبنزل الكرنت وبعدين بيستقر الكرنت عند فورس، الفورس هاي ضرورية لايش؟ تتغلب على الفريكشن واذا في لود تتغلب على هذا اللود. هذا القانون هو عبارة عن كي في ال مش هيك؟ وين كي في ال؟ ايش كي في ال؟ كيرشوف فولتج لو شو هو الكيرشوف فولتج لو؟ اذا لفيت حوالين لوب لفه كامله مجموع الفولتجز رح يصير وين الفولتجز اللي هون عندي؟ عندي ثلاث فولتجز 120 عندي 120 اي في اس سميناها احنا في اس هون في اس في اس وبعدين عندي هون رح يكون في فولتج دروب وعندي هون رح يكون في باك يعني هذه الاشاره عندي بلس ماينس فبدي بلس ماينس من هون لهون لازم يساوي لي بلس ماينس من هون لهون بلاحظوا الكرنت ماشي هيك والبلس ماينس من هون لهون. إذا الفولتج من النقطة هاي للنقطة هاي لازم يكون نفس الفولتج من النقطة هاي للنقطة هاي للنقطة هاي. شو القانون بقول؟ في اس شو بيساوي؟ في باك ام اف زائد في اي ار اي. إذا عندي في اس اللي هي تبعت السورس بتساوي اي اي ار اي زائد في باك ام اف. هذا اللي هو كي سي ال كي في ال. صار عندي هذا القانون لاحظوا هلا اطلعوا على القانون هذا بطريقه ثانيه لما بدات تزيد السرعه الباك ام اف معيش بتناسب وين الباك ام اف هيدو الباك ام اف معيش بتناسب مع الفلوسيتي مع السرعه كل ما زادت السرعه شو بيصير بالكميه هاي بتزيد لما تزيد الكميه هاي والكميه هاي كونستنت ايش لازم يصير بواحد من هالكميه بس ار اي ما بتتغير مين لازم ينزل فبنزل بيستقر عند ستيدي ستيت عند قيمه معينه قيمه اي اي هلا اذا في لحظه من اللحظات زدت اللود من هون شو بحتاج شو رح يصير لما بزيد اللود على هذا السيستم من هون ايش رح يصير رح يحس هذا انه في فورس عم بتقاوم ايش رح يصير بسرعته لما تنزل سرعته بزيد شو رح يصير بالباك ام اف من هون بقل مين رح يزيد فكل ما حطيت لود اكثر على هذا السيستم رح الاقي الكرنت بزيد حتى يقدر يعطيني تورك فورس مش تورك طبعا هون احنا بنحكي فورس بنحكي لينير سبيد لما الف هذا المحرك ايش راح يصير احكي؟ راح بطل احكي عن فورس، راح يصير احكي عن تورك، راح يصير احكي عن روتيشن تمام؟ اذا كل اللي راح اعمله الان حتى ابني دي سي موتور راح اجيب هذا زي شريط زي شريطه مش شريطه شبره راح اجيب هذا زي شبره مش هيك؟ هي هي موجوده هون، شو راح اعمل بالشبره هاي؟ فورس راح الفها زي هيك وهذا السلك اللي ماشي هون شو راح يصير؟ راح يصير لف بهذا الاتجاه، اوكي ماشي؟ هذا مبدا مهم تلخيص لمبدا ما حلينا لسه احنا شيء ولا حلينا اي ارقام بس احنا بدنا نفهم المبدا نلخص مره ثانيه المبدا على السريع حطيت انا ماجنتيك فلوكس دنسيتي هون استعملت انا بيرمننت ماجنت كان ممكن ايش استعمل؟ الكترو ماجنت ممكن استخدم الكترو ماجنت استخدم هون بيرمننت ماجنت البيرمننت ماجنت اعطوني يونيفورم ماجنتيك فلوكس دنسيتي قيمتها 0.1 10000 جاوس حطيت سلك، لاحظوا السلك طبعا اتجاهه لازم يكون عمودي مش هيك؟ عشان يصير عندي كروس برودكت. فعندي الفلكس ماشي بهذا الاتجاه والسلك والكرنت اللي راح يمشي فيه ماشي بهذا الاتجاه، راح يصير عندي كروس برودكت، الزاويه بينهم قديش؟ 90 درجة، والمحصلة ايش؟ راح تكون عمودية على ايش؟ على السلين اللي بيحتوي التنين. استخدمت اليد اليمنى ليش؟ لأنه هذا شو راح يكون الإفكت هون؟ موتور، هذا هو شيء موتور إفكت.
موتور افكت راح يطور عندي فورس في هذا الاتجاه، فورس يوصل في هذا السلك راح يبدا يتسارع. في البدايه ما في عندي باك ام اف، ما فيش جنريتر افكت لانه هذا ستيشنري. اذا الستارتنج كرنت اللي راح يبدا عندي راح يكون عباره عن 120 مقسوم على 0.3 راح يعطيني الكرنت الانيشال ستارتنج كرنت. صار عندي فورس، الفورس راح تعمل حسب قانون مين هذا؟ نيوتن. نيوتن اي واحد؟ سكند لو. بالتالي حسب قانون نيوتن الثاني راح يصير في عندي فورس بهذا الاتجاه، يصير في تسارع على الماس، وطبعا هذه اف على ام راح يعطيني ام. متى ما صار في عندي تسارع راح تبدا تزيد السرعه. في اللحظه اللي بدات السرعه تزيد فيها ايش بيشتغل عندي؟ مين؟ فرد فرد بيشتغل، مضبوط؟ قانون فرادي. شو قال قانون فرادي؟ بقول انه عندي كروس برودكت الان ما بين في بي بلس وفي بينهم زاويه قائمه، مثل حالي هاي كمان بينهم زاويه قائمه. ليش بينهم زاويه قائمه؟ لانه في هاي هون مش هيك؟ وبي بهذا الاتجاه، هاي بي وهي عندي بي، طبعا هون راح تكون عندي بي وفي، راح تكون عندي راح تكون فولتج. الفولتج هذا حسب لينزز لو راح يحاول يقاوم الفولتج الاصلي اللي يكونوا، راح يكون عندي البلس هون والماينس هون، عشان البلس هون يقاوم البلس اللي موجود هون. من كي في ال راح تكتمل الدائره هون بوجود اي اي ار اي. كل ما خف اللود عندي هون راح تزيد السرعه، بس تزيد السرعه من هون بزيد الباك ام اف فبنزل الكرنت. لا والعكس طبعا، كل ما زدت اللود عليه حطيت اثقال اكثر راح تبطئ سرعته. بس اللحظه يعني هو على المر بيعمل زي نوع من السيلف ريجوليشن، بنظم نفسه. بس انا ازيد عليه اللود شو بصير بسرعته؟ تنزل. بس تصير سرعته بتنزل، بينزل الباك ام اف تبعه، فبسمح انه اسحب كرنت اكثر، فبصير في عندي فورس اكثر، بزيد اي فبصير في عندي فورس اكثر. ماشي، واضح مبدا العمل؟